السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا فرخة بالفلفل والليمون، دجاجة كاملة، بودرة خردل اللي هي بودرة مستردة، بعد كده عندي عصير ليمون وبشر ليمون وهريسة، شرايح ليمون، خل العنب، بصل، ثوم، كرات، ملح وفلفل زعتر، كاري وكركم، فلفل حار، زيت زيتون، فلفل الوان، بطاطس كوسة، جزر، كزبرة خضراء. دي المقادير. هتعمل ازاي مش عارف، لكن يعني برضو هنحاول نعمل اي حاجة عشان اقول يا جماعة هنعملها ازاي، هنعملها ازاي، ما حدش رد علي. يبقى انا لما الوش واعمل اي حاجة ما حدش يزعل مني. اكلم المخرج بيقول لي ماليش دعوة، انا مالي. طيب ماشي، هعك بقى زي ما تيجي تيجي. ماشي يا عم. خليك فاكرها، خليك فاكرها. دي الزنقة ما بتقفش جنبي، تقول لي ما اعرفكش. طيب كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والاول حاجة نجيب البصلاية الجميلة دي ونقطعها كيوبس كده. نصلي على الحبيب قبل كل شيء. بعد كده نجيب زيت الزيتون. ادي زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم بقى ايه، ننزل بالبصل او بالاونيون. بعد كده الجارليك اللي هو الثوم. زي ما احنا كده شغالين بالصلاة على الحبيب، عندنا حاجات حلوة وكتيرة. عندي كرات، صلى على رسول الله، بيت الشغل اللي حدايا ده نقطعه مكعبات كبيرة. ننزل هنا بشوية زعتر، كزبرة خضراء، ادي سلايز ليمون، بعد كده خردل، كركم، كاري، هريسة، حبيبي يا رسول الله، ادي حبة ملح، حبة فلفل، شوية مية. شايف الجمال والحلاوة دي يا باشا؟ خليك معانا لحظة بلحظة. كمان شوية كزبرة، خل العنب، خلي يغلي براحته لغايه ما اجي قبله. ادي شويه فلفل حار، اهو الريحه طالعه لها الوكيل. هنا حلوه حلوه زي الفل. هذه البطاطس بتاعتي، الزعتر، شوية كاري،
شاتكركم. اللهم صل على النبي. هذه بصلايا جزر كله كيوبس كده اهو. اكله حلوه وجميله. لا خلاص بعد ايه؟ بعد الهنا بسنة خلاص والنب منايل ما انا عكيت خلاص. ما شاء الله يسامحك. اه لا كان على عيني نسيني يا قلبي. اسكتي خلي يخنى عليك يا اخني. كده الخضار بتاعي اتقطع كله مكعبات. يا ميساء. ست ميساء. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته يا ست ميساء. ازيك يا شيف عامل ايه؟ في نعمة يا بنتي. انا بحب حضرتك قوي. صباح الهنا على عيون حضرتك. انا عايزة بس اعرف طريقة عمل البسبوسة والكيكة، كيكة بالشوكولاتة. على عيني يا قلبي، على عيني يا بابا، على عيني يا حبيبتي. كده هنا. حبيبي يا رسول الله، اشيل الزفه دي من هنا عشان المخرج عمال يتخانق معايا جوه. شيل ونظف وشيل واعمل. حاضر يا سعاده الباشا. حاضر يا امير. ربنا ما حكمك على يتامى. كده هنا يا سيدي ادي الفرخه بتاعتي. نشيل بقى كل حاجه من هنا اهو، ونجيب دي كده. يلا هنا دي هنشوف هنعمل فيها ايه. هذه الخلطة بتاعتي الجميلة دي. هادي سبون كده. تمام كده يا ابن عمي. يا سلام، ده انا اسف رمل عشانك. كده نكتف بقى الفرخه. لا ممكن تجري مننا، ممكن تجري مننا. اهي نجيب دي كده اهو. يلا 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 اهي بس كده. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. قول لي انت بقى هعمل ايه؟ خليك مكاني. ما انا بقول كده برضه. ابدا يا راجل، هي بس منظرة على الفاضي، جابلني طباخ على الفاضي كده عشان نمسح بس الصينية بتاعتنا وننضفها كده اهو.
اللهم صل على النبي. الريحة الله أكبر، الريحة الله أكبر. دايما أحب أنا الحاجات التحابيش الحلوة دي، حبة الخضار دول بالدنيا وما فيها. الريحة طالعة على الوكيل، مفيش بعد كده جمال أهو. قوم بقى إيه، نجيب دي كده، ده الجوز بتاعي. ادي بقى بشر الليمون، بعد كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش بها ايه الفرن. هستأذنكم بعد كده اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير محطة واروح في حتة. رجعنا بعد الفاصل وعندنا عيش بوري مقاديري. عندي دقيق كوباية مثلا، عندي نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة دقيق سميد اللي هو السومولينا، نص معلقة كركم، نص معلقة سكر، ثلاث معالق حبة البركة والسمسم، وماء العجين وزيت القلي. هي عملية سهلة جدا. ادي ادي الملح وادي السكر وادي دقيق السومولينا وادي شوية كركم. نرفع بقى اليد دي عشان ما تاخدش مني الميه وتضحك عليا. نحط بقى الدقيق بتاعنا على قد مثلا كوبايتين كده، وادي كمان شويه ميه نقلب ونشوف هناخد ايه تاني. يا ست مريم، الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ست مريم، ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ نعم يا بنتي. انا بحب حضرتك قوي. الله يكبر بخاطرك، امورين يا ست العرايس. انا عايزه طريقه اللي هو البسكوت بالملبن. ملبن بسكوت بالملبن؟ اه في بسكوت كعك بالملبن ماشي، لكن بسكوت بس نعمله. حاضر. معلش، هي عايزه كده الست، محدش ليه حاجه عندها، هو على مزاج انت طيب يلا كده هنا بعجن كده العجينة بتاعتي. يا عم عبد الحق، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. حبيبي يا عمدتنا. بسم الله ما شاء الله عليك وعلى فتك. حبيبي يا عمدة، حبيبي يا عمدة، عمدتنا. اللهم صل على النبي عليك يا شيخ. صباح الفل عليك يا عم عبدو يا غالي. عم عبدو يا غالي، صباح الفل على عيونك يا ابويا. كده هنا عشان بس حبة قليلين نخلي العجينة كده، هتلفها مع بعضيها سنة مية صغيرة تاني بس كده. انا كده كده عاجن العجينة عندي، هنسمي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي الزيت جامد جدا على النار يعني سخن، ونشوف دلوقتي هنعمل ايه مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. احنا حرين بقى ان احنا نعمل قطع على قد ما احنا زي ما احنا عايزين. نطلع العجينه كده، نصلي على النبي.
انا مش عايزينها كبيره ولا صغيره. ست هناء سلام عليكم. ست هناء سلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا ست هناء؟ عامل ايه؟ في نعمه يا بنتي. انا بحب حضرتك قوي. صباح الهنا على عيونك يا حبيبتي. صباح الخير عليك. اتفضلي امورين يا فندم. انا قلت بس اتفضل عليك. صباح الهنا عليك يا بنتي، صباح الفل على عيونك. اشكرك يا ست العرايس، اشكرك يا بنتي. صباحكم زي الفل. كده عندي دي خلاص عشان المخرج قال لي دماغي وجعتني اهي. اهي دي العجينه اللي انا عجنتها اهي زي ما احنا شغالين. لازم ابرناها كده عشان كلها تبقى متساويه مع بعضها. اطلع بقى بالزيت على النار عشان ما تبقاش ايه يشيط لي الحاجه من جوه ومن بره ابقى ني. يا ست امل صباح الورد على احلى شيف في الكون. صباح الهنا على بنتي. ازاي حضرتك؟ في نعمه يا بنتي والله. والله نفسي اكل من ايدين حضرتك يا شيخ. خدامك يا حبيبتي تحت امرك. تسلم لي ربنا يخليك يا رب. اموريني. اخبار سيادتك ايه؟ ومنور الشاشه دايما يا شيخ. نعم بقول حضرتك منور الشاشه. ده بيك يا بابا، بيك يا بنتي والله. ربنا واهل الجزائر كلهم بيسلموا عليك. صباح الفل على عيون حضرتك يا بنتي، صباح الهنا على عيونك. اشكرك على اتصالك، اشكرك يا بنتي. كده نصلي على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرد. لا كده لازم ده بقى شويه ايه دقيق اهو. عايزها رفيعه جدا. حبيبي يا رسول الله. نصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. زيتنا يكون على الهادي، ما يكونش لا زايد ولا ناقص. حبيبي يا رسول الله. اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا نغير المحطة ولا نروح في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل وكده مع حضراتكم زي ما انتم شايفين. نقلي بحبة البركة وبالسمسم. نصلي على حبيبنا رسولنا محمد. صلي على رسولنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اذكر الله وصلي على النبي. الحياة مرة.
ماشي ماشي. نحط حبة البركة، نحط سمسم زي ما انتوا عايزة. صلي على رسول الله. يا ست ماجدة. ايوه سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته يا ست ماجدة. ازي حضرتك؟ انت بتكسب ثواب بتخليني اسيب كل شويه اقولكم اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول محمد. الله ليك اجر وثواب عند الله. عليه افضل الصلاه والسلام، ربنا يجعلكم من حسناتك يا رب. تأمريني حضرتك، تأمريني حضرتك. الامر لله وحده، الامر لله وحده. بصي انا عندي 60 سنه وباخد معاش شؤون اجتماعيه وعندي نزيف في المعده واسناني بتقع لوحدها، عايز حد يساعدني بس بقدمها في القصر العيني. سيبي تليفونك بس ان شاء الله وربنا يكرم يا امي، سيبي تليفونك خدامينك. على عيني يا أمي، على عيني يا ست الحبايب، أشكرك يا أمي. حبيبي يا رسول الله. نعم دو ايه احنا لسه عملنا حاجه؟ ماشي طيب كده نفرد، نديها حبه بركه عشان ربنا يبارك لنا. اذكر الله وصلي على الرسول. النبي لا اوريك اللي في بالي. طب ربنا يهدك اللي بتفكر فيا. ايه الجمال ده يا عمي؟ امشي. ايه الجمال والحلاوه دي يا به؟ اها اللهم صل عليك يا حبيبي يا سيدنا محمد. والله
الله 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 على حبيبي حبيبي سيدنا محمد نور عيني. أنا نسيت الفرن ونسيت الفرخة. نعم يا فندم. الله أكبر الله أكبر على سيدنا محمد. خير سيدنا محمد، بركة سيدنا محمد. الله على حبيبي سيدنا محمد. أوعى السكة والطريق. بص لي كده بس يا مخرج، يا خبر أبرب. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده يا مخرج ده؟ ان شاء الله قدامنا سنتين هنبقى مساعدين طباخين. بقول له لا لسه بدري. طيب شكرا اصيل يا مخرج. بيقول انا اعرف اعمل احسن منك. قلت له طب انا عارف وانا قلت لك لا. انا عارف ولا اعترضتش. اسكتي بقى خلينا مستورين بدل ما يفضحنا. انت عارفه ان احنا بنتلكك. هو ده بيسكت هيودينا في داهيه. اخر ونايه قول لي اعمل ايه وياك يا اللي انت ناسينا. اروح لك من الشباك تلف لي في الترسينة. ايه الترسينة دي يا ابراهيم؟ مش عايز ترد عليا؟ ماشي خلي بالك انت بتخبى عليا اهو. بدات تخبى عليا اهو. ماشي هستأذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني وانا غير المحطة وانا اروح في اي حتة. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. وادي العيش البوري اللهم صل على النبي اهو عملناه. وهنخش دلوقتي على شوية مكرونة يكونوا حلوين، شوية مكرونة يكونوا حلوين، وإيش ما تحملش على بعضه عشان ما يهبطش عشان لسه ما نشفش. طيب عندنا مكرونة حلوة. باستا بالجبنة والقرنبيط، القرنبيط هنتكلم عنه كتير. عايزينه دايما يلعلع كده عندنا ويكون عندنا دايما موجود في البيت. ليه؟ عشان زي ما اتفقنا مع بعض في موسم الشتاء القرنبيط ده بيبقى حاجة جميلة جدا وحلوة. طيب هنشوف مقاديرنا. زهر القرنبيط، زبدة أو زيت، ثوم مفروم، جبنة كريمي، عندنا كريمة لباني، ملح وفلفل بابريكا، وعندي كزبرة ناشفة، كمون، بهارات، جبنة شيدر مبشورة، جبنة رومي، شطة هريسة، بقدونس وكزبره للتزيين، وملح وفلفل. انا بفضل ان احنا نقل ايدينا شويه في الملح والفلفل عشان ما نعكش. كده زيت زيتون وادي التوم اهو. زيت زيتون وتوم. ركزوا معانا النهارده اكله حلوه وجميله ولا بنجدد في اكلنا عشان يعجب حضراتكم.
الله الله اللهم صل على النبي. ده التومة عندي قبل ما تصفر انزل بزهر الارنبيط اهو مع زيت الزيتون كده. التوابل بتاعتنا بصله ناشفه وادي البابريكا دي كزبره. لا دي كزبره. لا هي دي اهو. ادي الهريسه شويه ميه مش كتير عشان هديها كريمه لسه. حبيبي يا رسول الله كمان شوية صغيرين وادي شوية بقدونس تاني شوية ملح مش كتير وشوية فلفل ونقلب. طيب عندي بقى هنا ادي المكرونه بتاعتي اروح جاي بقى اعمل ايه يا سيدي؟ اشيل ده كده الاول خلي دول التزيين وادي الكريمه اللباني ادي كريم تشيز صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي يا صلاة النبي. عجين الفلاحة يا حبيبي مش عاجبك؟ كده بنجيب ابو قرش على ابو قرشين مقادير العيش بوري هتنزل تاني على الشاشة. كله شبعان مع بعضه بالصوص الكريمة والأرنبيط. الله 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 يا بلادنا الله. صل على النبي يا أخي. أمل يا ست أمل ست أمل. نعم يا فندم. مش بتردوا حدا. انا ماشي. انا بحبش المكرونه
ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ نطلع بالفراخ بقى عشان ايه؟ كده بالصلاة على النبي بقت فل الفل. الله الله الله، طول ما انت بتقول الله ربنا يكرمك. يلا يا جمال. اوعى السكه والطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه النبي. بص يا باشا، بص يا باشا، بص يا باشا، بص يا باشا، بص يا باشا. طب انت عايز مني تاني اكتر من كده؟ عايز مني اكتر من كده؟ بس عايز اعرف اهو. انضف حاضر يا باشا، كل اللي عليك انت بس نضف 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 نضف. حاضر يا سعادة الباشا، شغال في البلدية انا. حاضر، ناخد فاصل ونرجع تاني ولا غير المحطة ولا نروح في حتة. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. عملنا ايه بقى يا سيدي؟ عملنا كده العيش البوري، عملنا مكرونة بالجبن والكريمة، وعملنا الفرخة اللي هي نايمة على النست بتاعها. ده اهم حاجة عندي لما دقتها دلوقتي، الطعم بتاع الليمون، البشر الليمون اللي حطيته عليها. نعم، وانت بتعكي وخلاص وانا بمشي ورا العكك. انت فكرت انت بتلف مواتير ولا بتعملي فستان سواريه؟ ده لا، ده ابراهيم، ابراهيم طمان بيعمل احسن مني. المهم يا جماعه عشان ما نخسرش بعض، اكل النهارده جميله والحلقه جميله فعلا، اكلها جميل جدا. عايز اشكر عم ابراهيم طمان، وعايز اشكر كل الكاست اللي معايا. ولا بصراحة النهاردة ما قصرتش، الله يعطيها العافية، واشكركم ونشوفكم بكرة ان شاء الله على خير. السلام عليكم.